هيا يا أطفال هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهليج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغد بشرة يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها اليوم رانا متواجدين في المعرض الوطني للمنتوج المحلي. يا أطفال على بالكم باللي الجزائر عندها إنتاج، لكن الإنتاج المحلي مهم جدا أننا نستهلكوه. كل ما استهلكنا المنتوج تاع بلدنا كل ما خلقنا فرص عمل، كل ما انتعش الاقتصاد الوطني. رانا هنا في المعرض واليوم رانا في الجناح تاع رامي. رامي أخي كامل تشربوا رامي. إذن رانا في الجناح تاع رامي في هذا المعرض الجميل هذا، حبينا اليوم نعرضوا أطفال كيما أنتوما جاوا لهنا وعطيناهم كامل أقراص دي سي دي وكامل وخداو كامل صور تذكارية مع عمو يزيد. أنا تاني تشرفت باستقبالهم اليوم. شوفوا معنا هاد الأطفال كيفاش عمو يزيد استقبلهم وكيفاش فرحوا به وفرح بهم. يلا معنا. هيا يا أطفال هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهليج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغد بشرة يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها لؤي الله يبارك. وانت يا واسمك صديقي؟ ايمن. ايمن وانت يا؟ محمد. محمد وانت يا شابه واسمك؟ كوثر. كوثر واش راكي حابه تقولي لعمو يزيد كوثر؟ نحبك بزاف عمو يزيد. بزاف عمو يزيد. وانت يا واسمك شابه؟ مروه. مروه مروه قولي لي عجبتك تظاهره اليوم في الجناح رامي؟ اي عجبتني بزاف. واش راكي حابه تقولي لهم لعمو يزيد؟ نقول نحبك بزاف. وانت اللي عطيتنا هاد لاباس باش ننجحوا في قرايتنا ان شاء الله. تنجحوا كامل في قرايتنا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا اصدقائي الاطفال. ومنين جيت عدلان؟ من بيرتوتا. بيرتوتا الله يبارك. تحيه كبيره لكامل الناس بيرتوتا وكامل الشعب الجزائري. صح قول لي عدلان تحبوا عمو يزيد؟ نحبوا بزاف. تحبوا بزاف. ومداري تشوف عمو يزيد ولا لا؟ اليوم غير اليوم شفتو. أول مرة شفت عمو يزيد؟ إيه. وعجبك الحال كي جيت هنا في الجناح تاع رامي وتلاقيت مع عمو يزيد، عجبك الحال؟ إيه عجبوني. بزاف ولا شوية؟ بزاف. وتحصلت على سي دي؟ ما شفتوش كلا في السي دي، تحصلت على سي دي تاع عمو يزيد؟ إيه تحصلت. يعني محمد شكون حاب تقول عمو يزيد؟ نحبه. تحبه بزاف ولا شوية؟ بزاف. السلام عليكم. وعليكم السلام. واسمك شابة؟ نسرين. نسرين وانتي يا؟ رانيا. رانيا الله يبارك. نسرين ورانيا شحال في عمركم؟ 6 سنين. شحال في عمركم؟ 6 سنين. الله يبارك توما توأم. الله يبارك توأم. شحال شباب تحبوا عمو يزيد؟ ايه. تحبوا بزاف ولا شوية؟ بزاف. واش راكم حابين تقولوا عمو يزيد؟ انا حابة نقول له انا نحبك. اي وانت واش كي حابه تقولي له درانيا؟ انا حبيت نقول له انا نحبك. انت شمسو قولي تحب عمو يزيد؟ نحبه بزاف وحبيت نجي نشارك معاهم في التلفزيون. راك حاب تشارك معاهم في التلفزيون؟ ان شاء الله يا ربي عمو يزيد اوقع لكم كامل ان شاء الله الاطفال ان شاء الله كامل راح يجوزوا ويشاركوا مع عمو يزيد في الحصه تاعو. هيا يا أطفال هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهليج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد
محل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العقل. عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا. عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا. عمو يزيد. إذن يا أطفال عمو يزيد رح يعودكم دايما هكذا يستقبلكم. كما شفتوا عمو يزيد كان ياخذ صور تذكاريه ويمضي الاقراص المضغوطه للسيدي مع الاطفال الاحباء.